بينما الجميع في العالم يخاف ويرتعب عند رؤية أسماك القرش، هذا الرجل يصطادهم ولديه طريقة خاصة لفعل ذلك. يقول أنه تعلمها من والده الذي ورث عنه هذه الهواية. في البداية يقوم بإصدار صوت بهذه الأداة المصنوعة من الصدفات وقطع دائرية خشبية ليثير انتباه القرش، وعندما يقترب قرش ما يقوم برمي رؤوس الأسماك لاستدراجه إلى الفخ. الفخ هو عبارة عن حبل بفتحة دائرية ومشدود إلى خشبية يمسكها في يده، وفي يده الأخرى عصا عليها رأس سمكة لتوجيه القرش. عندما تنجح الخطة ويدخل القرش رأسه في الفخ، يقوم الرجل بشد الحبل بقوة حول عنق القرش ثم يتركه حتى يتعب، وعندما يفقد القرش قواه ينزل عليه بضربات موجعة على رأسه لقتله. وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالإعجاب للفيديو، واترك لنا تعليقا من أي بلد تتابعنا.